السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا متابعينا الأعزاء. اليوم فيديو بسيط، حلقة بسيطة بحرية إن شاء الله. طلعت من الصبح ولكن كان طلعة عائلية، استمتعنا والله الحمد. والحين العصاري باقي لنا ساعة وكسور وتغيب الشمس، قلنا نسوي لكم حلقة في هذه الساعة إن شاء الله تستمتعون ويانا. ويلا خلينا نروح حق أول مكان حق الصيد. طبعاً إحنا صايدين اليوم الصبح، ولكن بنبلش وياكم في صيدنا من الآن إن شاء الله. من الآن لغة عربية من الحين إن شاء الله نروح حق مكاننا. الجبس كان الأول إن شاء الله رايحين حق أول قطعة. شدي نرجح عليها. بسم الله بسم الله ويا الله توفيقك. شكل جري. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يلا طم 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 طم. القطة الأولى الرحمن الرحيم. طبعا هذه عملية الصيد اسمها جيجينج، أهل البحر كلهم يعرفونها، ولكن حق اللي ما يعرف البحر، الجيجينج هو طعم صناعي مكون من الرصاص على شكل سمكة، وتقطه وتسحب بهالشكل. بس نقط لازم يطق الأرض طبعا ونسحب. شلون يغري السمكة؟ ليش نخليه يطق الأرض؟ أساس توهم السمكة إن هذه سمكة قاعد ترعى، كأنها قاعد تأكل من الصخر. حلوين. فإذا جت السمكة وشافت إن في سمكة صغيرة كأنها قاعد تأكل من الصخر، تيتي بتأكلها. بعدين صيدها. بسم الله. قربنا. أعطيها طقات خفيفة على الأرض، أعطيها طقة قوية. قاعد أشوف مطابش هناك. هنقط صوبهم. في طبشات كخمس ست سمكات، اتوقع انهم ضلع.
هذا الفاست جيج، اذا في سمكه بين المايتين تجيبها بهالطريقه. ممكن نراحوا نرد على شغلنا، ننزل تحت قوع، احنا نبي سمكه القوع للامانه. رد المطابش ذاك الصوب، اعتقد انهم ضلع. ما ادري اذا يبين صوتهم ولا لا. هذه السنارة الخفيفة مو القوية، ما تضلع اللي ورا هناك، او مالت السمك الكبير. هذه حق السمك الصغار، الخيط خفيف حق السمك الصغير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه شكلها ضلعة، صعدت وراح تطير، وطارت. موجودة. ها قاعد تلحق الجيك، إلى الآن قاعد تلحق الجيك، بس ما نبيها. قاعد أشوفها هني، أوف كاي موجودة والله. شوفها تحت، لو انزل جق شوية بس، ها كذي نقدر نرد مرة ثانية نصيدها. تسوي كذي وترد لها الى ان تضرب. بالقوع قاعد اشوف انا ما شاء الله وايد سمك تحت، بس اهم شي الضلع الملقوفة لا تي. بسم الله. قاعد يطقون الجيك، قاعد احس فيهم قاعد يطقون، بس مو قاعد يحوشون الميدار. هذه اصغر سمكه ممكن تصيدها في الجيك. شلون كذي طال حجم، طال الحجم. طيب تاكل السمكه كبرها. هذا زمرور والله، مو زمرور بعد، شكلها كنا شو اسمه، كنا شو اسمها، صغيره حالاتها تقطها ونحدق فيها. نقدر نسويها، راح تكون شيء ممتاز. بس خلاص الحين خلينا نروح حق مكاننا مره ثانيه. الحين هذا يعتبر اول درفت، بنروح نسوي ثاني درفت. الدرفت اللي هو المجرى مال الطراد اللي راح يمشي. بسم الله. ما شاء الله والله تحتي وايد راس سمك، بس خلاص حركنا نروح حق مكاننا مرة ثانية. اعتقد انهم ضلع لان بين المايتين صايرين. وصلنا قطعتنا، نعطيها أكثر من فرصة. طبعا ما يمنع أنك تعطي المكان أكثر من فرصة، بعدها تغير، يعني ما تغير على طول. أنا ما أستعجل بالتغيير للأمانة.
حلوه. والحين نجرب. والله بينكم بيني وبينكم ودي اغير لون الجيك، ناخذ اللون الوردي بدال البرتقالي والاصفر، هذا اللون انا وايد احبه. وصلنا قطعتنا، وصلنا قطعتنا وانا ما نزلت الجيك. هذا من اكثر الجيكات اللي احبها، اللون الوردي هذا، وردي ذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش صار؟ بسم الله. يلا اللون اللي انا اتفائل فيه نزلناه. بسم الله. بعد ضلعة؟ لا 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 لا، صعدت يعني ضلعة. والله لاحقينها وايد، ضلعة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يسمونها الإحلاحة، ضلع العودة الصغيرة يسمونها الإحلاحة هذه. هذا حجمها. طبعا شو نسوي فيها؟ نخليها حق الخدم، دام عندنا واحدة نخليها حق الشغالات اللي عندنا بالمنزل ياكلونها. خذينا سبحة سريعة. وين؟ والحين الدرفت الثالث بنروح. في حد يشرب عصير برتقال ولا بس انا؟ كلها يبون علي الشباب، حارج صدق عصير برتقال. بسم الله. ناخذ طاقة شوي. نحاول المحاولة الثالثة إن شاء الله، وإذا ماكو شيء بس خلاص نغير، نغير القطعة بكبرها وقوعها. يا الله يا رب إنك ترزقنا. أوه لا، في شيء طق والله وفلت. بسم الله. تعال مرة ثانية يا أخوي، تعال. في سمك صغار تحت القوع، ما في اللي ميادير فوق وتحت. أنا بس حاط فوق أساس لا يشير بالصخر، بس إذا حطيت تحت أصيد، فرصة الصيد تصير أسهل وأكثر. بسم الله. طقه والله مو قاعد يلقم، ما في الا مدار واحد. ما ادري احط له تربل، بس راح يروحون الجقات. الارض زينه وايد هنا، احسن من الدرفت اللي مساء. راح اعيده، كنت قايل ان هذا يعني الدرفت الاخير، بس راح اعيده ان شاء الله. انا قاعد اشوف خوش شيء تحت، وخلص الخوش شيء. اقول لكم صدت وفلت، طالع ما في مدار، ما اخذ المدار وياه. سمكه صغيرونه. هم حق شغالات مثل ما ذكرنا، السمك الصغار ما شاء الله ما مداني. قطيت بس شلت السمكة على طول، نزلت ضربة ثانية. ولا عم فوز.
والله 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 طبعا هذا ما منه رجع خلاص احنا لازم نغير هذا تشاؤم ليش قطع الضابة هناك قطع هني هذا الضابة اذا ما تبي تمسك السمكه بس تسوي شيء خلاص تروح بحر بما ان تشاؤم قلنا نغير غيرنا القطعة بكبرها رحنا مكان ثاني هذه أول قطة بسم الله اللي هناك أعطيناها فرصتها وزيادة الحين خلينا نشوف هذا المكان هذا القطة الأولى فيها شعري ما شاء الله زين تبارك الرحمن هذا شعري ما شاء الله القطة الثانية للحين ما رديت لها قط ندقدق شوية ونرد مرة ثانية نعيد من أول بس ما شاء الله زين من أول قطة شعري خلنا نتوفق في هالمكان ما شاء الله رد 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اوف انقص انقص لا 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 قوي 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 والله قص نتف كل شيء ها قص شكله دويلمي دام قص من هني نرد نردع ونلحق شكله خوش مكان ردعنا وقطيت 60 هالمرة من ساعة 40 أنا أشوفه الأمانة ممتاز حجمه صغير ومثل ما شفته ما شاء الله صياد يعني ورا بعض كل نزلة ما شاء الله قاعد يصير فيه شيء شنو هذا الحين راس تحتي أنا شكله شعري صغير ما شاء الله يا سلام يا سلام زين زين صايدة من الصوبين تلفنا دمامين نألف لها مكان على السريع نبي نلحق على الباجي إذا في شيء بعد إن شاء الله نصيده بعد ما شاء الله هم صغير هذا كاسور انحاش 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 ردعنا وخلصنا نقص الخيط توه اتوني خلص قاعد تغيب الشمس اخر اللحظات ها اخر اللحظات اللحظات الاخيره بسم الله يا الله ما ترزقنا شيء باللحظات الأخيرة شوف راحت الشمس ترى قاعد أقول باقي شوي على الشمس الحين ما في شمس يعني خلاص باقي دقائق وخلاص آخر كم دقيقة السمكة مو صغيرة أصغر من الصغر ها
شوف يا الحبيب شوف الصيد هذا بس صورت لكم صار كذي لو ادري مو مصور هذا شكلها اخر زمته والله توني داق بشوف احد يجيني عند شو اسمه شعري ما شاء الله شعري ما شاء الله والله قطيتك اشوف في راس تحت طبعا اهم شيء البلاد بالبحر يعني بلاد جي بي اس لازم تعتمد على هذه البرامج جي بي اس تخزن اماكن اوه في شيء طق بس طقه مو وايد قوي والبلاد اللي هو الفيش فايندر يسمونه بعد او السونار تقرا الاعماق تحتك وهم تشوف اذا في سمك ولا لا نقرب الخيل والله ظلمت الدنيا وللحين الشعري موجود ها نيسرة هالمرة نيسرة صديقة الليل تبين بحداق الليل وايد راس تحت الكاميرا كنا فوق انا حشت شو اسمه اشتليت خلصت رحلتنا لله الحمد ووصلنا عند المسنة بس ناطر ولد عمتي ابو سليمان احمد المحميد يا ياخذني خذ العربانة من سيارتي وركبها على سيارته انا قلت له انطرني على اساس اعطيه المفتاح ها مجهز كل شيء ولكن خذ شال عربانة ركبها على سيارته والحين ناطرة ينزل عربانة ونصعد إن شاء الله أتمنى استمتعتوا ويانا في حلقتنا قلت لكم شيء بسيط وخفيف ويمكن كان إجمالي الحلقة اللي أنا قعدت فيها يمكن ساعتين يعني ولا شيء كان شيء بسيط وأنا للأمانة استمتعت أنا من الصبح طالع وإن شاء الله نشوفكم في حلقات ثانية وطلعات ثانية إن شاء الله تكون أحسن وفيها صيد أكثر وهم مع الشباب شوفكم على خير كان معكم أخوكم فهد بن حسين لا تنسون الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس وتحطوا لنا لايك وكومنت جميل مثلكم كالعادة شوفكم على خير مع السلامة.